اليوم انتهى الفصل الأول من محاكمة عبد المؤمن خليفة مع اقتراب كاتب الضبط من إتمام تلاوة قرار الإحالة، في انتظار اليوم الثالث والذي من المنتظر أن يباشر فيه رئيس محكمة الجنايات استجواب المتهمين بدءا من مؤسس الإمبراطورية المنهارة عبد المؤمن خليفة. هذا الأخير يقول دفاعه بأن الأدلة التي يملكها كافية لتبرئة موكله. نحوز كل الوثائق التي سوف تدل وتبرهن على أن السيد خليفة رفيق عبد المؤمن بعيد كل البعد عن التهم الموجهة إليه. وفي موضوع ذي الصلة، كشف مصفي بنك الخليفة منصف باتسي بأن البنك يحمل اليوم 10 مليار دينار بدأ في عملية تسليمها لضحايا الخليفة، بعدما كان حين تفجير القضية العام 2003 خالي الوفاض بسبب تهريب الأموال إلى الخارج. حرارة الأجواء داخل مجلس قضاء البليدة بدأت في الارتفاع مع اقتراب موعد سماع الخليفة وما سيكشف عنه من أسرار. تكاد خيوط الفصل الأول من فصول محاكمة القرن الخليفة أن تنتهي في انتظار أن يبدأ فصل جديد بأسرار جديدة بعد بدء المساءلة، مساءلة المتهمين وعلى رأسهم عبد المؤمن خليفة غدا أو بعد غد. في انتظار ذلك وفي انتظار الأسرار الكثيرة التي لا تزال تخبئها هذه القضية، في انتظار ذلك بالقسم جير من مجلس قضاء البليدة لقناة الشروق.